بسم الله الرحمن الرحيم. طاب مساءكم، مساء الخير. في البداية المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والأمل والحياة للمفقودين. نحيي جماهير شعبنا من الشباب والنساء والرجال ومستقبل بلادي من الأطفال. ألتقي بكم اليوم لنعلن قائمة وزراء الحكومة الانتقالية، والتي ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي ومتناغم. تعلمون جيدا الدولة الناجحة التي تنبني على المؤسسات الفعالة والقوانين والخطط المدروسة. في بداية حديثي أود أن أعتذر عن تشكيل هذه الحكومة. خرجنا جدول لتشكيل الحكومة لكن يعني ما التزمنا بالجدول ده، والسبب الرئيسي في هذه المسألة نعتقد هو تمرين في الديمقراطية. كان كل الهدف منها إنه نجري مشاورات واسعة وعميقة تستصحب كل الأشياء اللي اتفقنا عليها من المعايير المرتبطة بالكفاءة، تمثيل النوع، وخاصة تمثيل النوع. نساء بلدي شاركوا في هذه الثورة وكانوا في الصفوف الأمامية يمكن أكثر من رجال. تمثيل السودان، نحن أسقطنا أنظمة شمولية في أكتوبر وأبريل، لكن هذه الثورة فيها تفرد وتميز يختلف تماما عن الثورات السابقة. في السابق يمكن لحد كبير الثورة كانت في مركز في الخرطوم وكذا. هذه الثورة امتدت لكل أغاليم السودان. شفنا وعشنا بشكل مدهش مسيرات الفاشر وعطبرة والشرق للخرطوم. لذلك كان من اللازم أن يعكس تشكيل مجلس الوزراء هذا التنوع والتفرد والثراء بتاع السودان. عشان كده تم أخذنا وقت في الأخذ والرد في المسألة دي، عشان في النهاية نتأكد تماما أنه كلنا كسودانيين نشوف روحنا في المجلس ده. وافتكر لحد كبير نجحنا في المسألة دي. التحية لقيادات تحالف والحرية والتغيير، لقيادتهم الحصيفة والحكيمة لهذا الجهد الذي أوصلنا إلى اليوم. التحية للمجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني، وأنا تعاملت معهم عن قرب ويعمل في تناغم وبجدية لبناء شراكة حقيقية تعبر ببلدنا لبر الأمان. نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا، إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لبناء سودان نفخر به جميعا. سودان يحترم التعدد والتنوع والاختلاف. سودان خير ديمقراطي يسعى الجميع. تظل أهم أولويات الفترة الانتقالية تتمثل بشكل عام يعني في إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام. وفي هذا المقام أود أن أشيد بمجهودات قيادات قوى الكفاح المسلح، وفي البدء أهنئ قيادات الجبهة الثورية على التوحد وعلى نجاح مؤتمرهم اللي انعقد في هذا الأسبوع في عاصمة جنوب السودان جوبا. كما سعدت كثيرا بتصريحات
الغايد عبد العزيز الحلو والغايد عبد الواحد نور الإيجابية في دعم هذه الثورة والاستعداد للسلام. أنا أعتقد الإخوة في حركات الكفاح المسلح هم شركاء أصيلين في هذه الثورة، وبالتالي اتخلقت إمكانية وظرف يعني مواتي جدا لتحقيق السلام، واللي هي دي أمنية كل الشعب السوداني. بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، فيها أعضاء من المجلس السيادي وأعضاء من المقترح من المجلس الوزاري. اللجنة دي مهمتها أنها تضع إطار عام لشكل وهيكل مفوضية السلام، واللي هي نحن بنفتكر أنها دي أولى أولويات الفترة الانتقالية. تظل مسألة الإصلاح الاقتصادي، معاش الناس، توفير الضروريات مسألة أساسية. نحن نطمح لتأسيس وخلق لبنة قوية لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، بناء مؤسسات الدولة من أولى أولويات الفترة الانتقالية، نجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية في ارتباطها الوثيق بعملية السلام، نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولا وثانيا وأخيرا، سياسة تقوم على الاحترام المتبادل، احترام حسن الجوار، ومد أيدينا لمحيطنا الإقليمي والدولي، ونعمل مع بعض مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسود قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والاحترام الحكم الرشيد. تظل مسألة التمثيل العادل والمستحق للنساء في كل هياكل السلطة الانتقالية من أولويات الحكومة الانتقالية، وسنسعى جاهدين لتحقيق ذلك. طموحنا أن نعمل معا من أجل خلق مشروع وطني سوداني ينبع من تراب بلدنا، يقوم على إعادة هيكلة الدولة السودانية، ويخاطب جذور الأزمة السودانية منذ فجر الاستقلال. نحن ما قدرنا ننجح في خلق ذلك المشروع الوطني اللي يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر. هذه الفترة إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لقيام ذلك المشروع. دعونا نتفق على كيفية حكم السودان، ونترك لهذا الشعب العظيم فرصة اختيار من يحكمه. بهذه الكلمات البسيطة أود أن أعلن اللي هو المرسوم الدستوري بتشكيل هذه الوزارة. مجلس السيادة الانتقالي عملا بأحكام المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019 أصدر المرسوم الدستوري الآتي نصه، اسم المرسوم وبدأ العمل به. يسمى هذا المرسوم مرسوم دستور السودان رقم 3 لسنة 2019 باعتماد تعيين وزراء الفترة الانتقالية، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. يعتمد تعيين السادة الآتي أسماؤهم: وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم: ألف السيد عمر بشير منيس وزارة الشؤون مجلس الوزراء، باء الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزارة الدفاع، جيم الفريق شرطة الطريف إدريس وزارة الداخلية، دال السيد دكتور نصر الدين عبد الباري وزارة العدل، ها السيدة أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية، واو السيد دكتور إبراهيم أحمد البدوي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، زاي السيد دكتور أكرم علي التوم وزارة الصحة،
السيد دكتور محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم، طاء السيد مدني عباس مدني وزارة الصناعة والتجارة، يا السيد عادل علي إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين، كاف السيد دكتور ياسر عباس محمد علي وزارة الري والموارد المائية، لام السيد عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، نون السيدة لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قلنا هنا السيدة، لكن أعتقد السيدة دكتورة انتصار صايرون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام، السيد دكتور يوسف آدم الضي وزارة الحكم الاتحادي، السيد نصر الدين مفرح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يسري هذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه، صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر محرم 1441 هجرية الموافق اليوم الخامس من شهر سبتمبر 2019. فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي. يمكن تلاحظوا أن الوزارات دي هي 18 وزارة، هناك وزارتان هي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة البنى التحتية والنقل. ما زلنا في تشاور لملء هاتين الوزارتين مع أخواننا في الحرية والتغيير والمجلس السيادي، وحكمت المسألة دي ضرورة تمثيل النيل الأزرق والشرق، وأن احنا نسعى بشكل جاد في أنه نجد مرشحين اثنين لهاتين الوزارتين. بهذا التقديم البسيط نفتح الباب للأسئلة الإخوة الصحفيين. وفي البدء أنا دار أكد أنه نحن حتظل أبوابنا مفتوحة لأجهزة الإعلام، لأخواننا الصحفيين وكل أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية، لأننا نعتقد أنه هذه في ظل الوضع الديمقراطي تظل أجهزة الإعلام هي السلطة الرابعة والتي سوف تخلق المناخ الملائم لإدارة التعدد والتنوع. ونعدكم بأننا باستمرار حتكون أبوابنا مفتوحة لكم. شكرا جزيلا. معلش ممكن التعريف بالاسم والجهة بفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباقي الظافر صحفي ومحلل سياسي. أزل معالي السيد رئيس الوزراء أثارت قضية الفحص الأمني لأسماء الوزراء والمسؤولين بعض اللغط، خاصة إن البعض يعتقد أن المؤسسات التي قامت بها مؤسسات غير محايدة. كيف يرى سيد رئيس الوزراء ذلك الأمر؟ شكرا جزيلا. جنبك يا أستاذة هناك. السلام عليكم. سهام سعيد الإذاعة السودانية. بنهنيكم بهذه التشكيل الحكومي. برغم انحيازك كبير للنساء برضو بنحييك، لكن في وزيرتين بس في التشكيل لحد هسه. بسأل من إنه أربعة 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 سوري يونس 50 الجهات التنفيذية للدولة حتى يؤدي مهامه بصورة جيدة يلزم خدمة مدنية بصحة جيدة. نحتاج لإعادة تأهيل وإعادة صياغة الخدمة المدنية. صدر مؤخرا من قبلكم قرار بوقف التعيين والنقل والانتداب بمؤسسات الحكومة، هل نعتبر هذا يعني نوع من وضع أولوية لإصلاح الخدمة المدنية من قبلكم في هذه المرحلة؟ السؤال الثاني، علمنا قبل قليل بأنه كان عندكم لقاء مع لجنة المعلمين، أبرز مخرجات هذا اللقاء. بعد كده أنا كإعلامية يهمني جدا وضع الإعلام. نعم يعني لو بدنا نخلي سؤال سؤال عشان ندي فرصة أكبر لأخوان أوكي بس معلش أسأل عن الإعلام، بأنه نحن بنعيش وضع أو بنعيش عصر الإعلام فيه هو الأهم، وحتى ننجز منجزات أهداف هذه الثورة السودانية يلزمنا إعلام أيضا معافى
كيف تنظرون الإعلام في المرحلة المقبلة؟ معليش يا جماعة بس نحصر الأسئلة لسؤال واحد وضروري يجيها بس الإعلام الخارجي سؤالي واحدة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ردي حسن قناتي العربية والحدث. نود أن نسأل السؤال الذي يسأله الجميع، دار كثير من اللغط ما بين المعايير والتعهدات الموضوعة من قبل إعلان الحرية والتغيير نفسها بعدم مشاركة فلنقل الكفاءات الارتباط الحزبي أو حتى النشاط السياسي الصارخ دعنا، وكذلك المعايير التي وضعها رئيس الوزراء المتعلقة بالخبرة الإدارية بالتأكيد والمؤهلات، وما دار من حديث حول بعض الوزارات دون أن نسمي هنالك بعض الأسماء التي كان رشحا من اللغط يدور حولها. سؤال أخير ومهم، ماذا بشأن الولايات التي تواجه الآن كثير من المصاعب والأقل تضعون الاستعجال، وهل على الشكل الذي يمكن أن تدار به الولايات أو الأقاليم، دمج الحفاظ على الشكل الحالي وغيره من الأسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح حبيب رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي. أولا نبارك للسيد رئيس الوزراء ونبارك للشعب السوداني هذا التشكيل الوزاري الجديد. أنا أدخل في الأسئلة الطوالي. السيد رئيس الوزراء يتحدث عن السوق، المشكلة الاقتصادية هي التي أدت إلى الذي حصل الآن. كيف معالجة الاقتصاد السوداني وكيف معالجة السوق؟ السوق الآن منفلت تماما، هناك مشكلة كبيرة جدا في الأسعار، كل صاحب سلعة هو يعمل بالطريقة الخاصة. كيف هتعالج؟ طالبت بأن يكون عندك محتاج إلى 8 مليار دولار عشان تعيد التوازن في الاقتصاد السوداني. شكرا جزيلا. ناس الإعلام. Prime Minister, first, congratulations, and thank you for being here. Dawood Abdaiz Dawood from talking about this sanction for Sudan, and it's really heavy for Sudan. We want to know what you're going to do for this sanction, and it's really killing the economy. And what your steps for pulling out Sudan's name from this sanction. Thank you. معليش بس لازم نوزع الفرص، انا عارفه الناس عندها اسئله بس معليش بس بهناك بسم الله الرحمن الرحيم. مايك مفتوح المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أماني قندول وكالة السودان للأنباء. أنا بسأل عن السياسات الحديثة تبع لخفض التضخم واستقرار سعر الصرف. والسؤال الثاني بالنسبة لوضع المعلمين، وهل هنالك سياسات لتحسين أوضاعهم ومرتباتهم؟ شكرا جزيلا. السؤال الأخير عن المعلمين، الوضع المادي والهيكل الوظيفي، هل حيتم تحسين وضعهم؟ وشكرا. شكرا جزيلا. أنا عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة. معالي رئيس الوزراء، كنا نسأل المشهد. أنا عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة. يبدو أن المشهد السياسي السوداني يشهد انقسام بين، خاصة في أعقاب تكتل بعض القوى السياسية في طرف آخر وإعلان صراحة أنها ستقوم في المرحلة المقبلة بتمزيق وثيقة الإعلان الدستوري والتصدي ربما لحكومة الدكتور حمدو. كيف سيتم التعاطي مع الآخر، خاصة وأن الفترة الانتقالية مدتها 39 شهر تحتاج إلى تناغم سياسي يؤدي إلى استقرار وحل حالة الأزمات؟ شكرا جزيلا.
يا جماعة معلش مع الأسئلة دي زي بقت خلاص كثيرة. نجيف هنا ممكن يا نجيف معلش نجيف في السؤال ده عشان دي الأسئلة دي كثيرة نجاوب عليها من خلال أفتكر لو بقى في وقت ممكن ناخد راوند تاني. طيب الراوند الأول معلش يا جماعة الراوند الأول بعدين نشوف الثاني. شكرا. لو لقينا وقت ممكن ناخد راوند تاني. طيب شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بهذه الأسئلة واللي هي يعني تنم عن أفتكر نحن الإعلام والصحافة بتاعتنا يمكن أن تكون بخير. يعني نبدأ بسؤال أخونا عبد الباقي الظافر حول الفحص الأمني ودور المؤسسات اللي قامت به باعتبار مؤسسات يعني ما زالت مرتبطة بالوضع السابق. طبعا يا جماعة في كل بلد مسألة التعيين في الموقع العام بتقتضي الفحص واللي هو فحص في مجمله بيرتبط بواحد يجب التأكد من انه الشخص المعني ما مدان من ناحية يعني قضائية جرائم تختص بالشرف والمسائل دي. ده جزء الاول من الفحص. الجزء الثاني مرتبط برضو بانه هل في اي يعني خطر على الأمن الوطني وكده. لكن أنا أكد لكم أنه يعني تم فحص كل الغوائب دي وفي النهاية ما كانت في يعني مسألة يمكن أن تثير أي انزعاج. يعني صح أنا أقدر تماما أنه الناس ممكن تكون تحس بأنه التصنيف ده ممكن يعتمد على فايلات قديمة والوضع يتغير إلى آخره إلى آخره، لكن بكل تأكيد يعني هذا الفحص لم يصدر ما يزعج وقدرنا يعني نمشي بالمسألة دي ونحن مطمئنين عليها. سهام سعيد من الإذاعة السودانية. الموضوع بتاع الخدمة المدنية وال عبور لمرحلة جديدة. طبعا يا جماعة الخدمة المدنية هي العمود الفقري والسند لأي برنامج سياسي، والخدمة المدنية المعافاة والبتتمتع بقدر كبير من الكفاءة والمصداقية والشفافية وكذا هي اللي وبعدين عندها القدرة على ممكن نسميها الاحتفاظ بالتاريخ المؤسسي. نحن نطمح لعاد نحن واحدة من الأشياء اللي ورثناها من الإنجليز يمكن كانت أحسن خدمة مدنية هم خلوها في المستعمرات وبيفخروا بها جدا. العبارة بتاعت نعيد الأشياء لسيرتها الأولى وكده زي تم ابتزالة كثير ما دلنا نستخدمها، لكن نحن نطمح في خلق خدمة مدنية نفخر بها كلنا وده ممكن. نحتاج طبعا لأننا ندخل في برامج بتاع التدريب وتأهيل. نحن انقطعنا عن العالم لفترة طويلة جدا، محتاجين نعيد المسألة دي. دور الإعلام ما أكيد أنا قلت في نهاية حديثي أنه نحن نطمح لدور للإعلام يكون مساعد للخلق مناخ صحي معافى تسهل فيه إدارة التنوع والتعدد والاختلاف. هي حاجة يعني صحية جدا أننا نختلف، لكن ندير هذا الاختلاف بشكل صحي وحضاري. ما في مشكلة في أنه يعني نحن نختلف، لكن المهم أنه يعني من المؤكد يعني نحن نغدر بشكل عالي جدا دور الإعلام، لكن طبعا أكبر التحديات اللي بتواجهنا في مجال الإعلام إعلام بيشتغل في ظل وضع شمولي ما هو الإعلام بتاع الوضع الديمقراطي والتعددي. يمكن كلنا شاهدنا ونكون واضحين هنا
يعني نحن مؤكد الغالبية العظمى من الشعب السوداني، وأنا هنا بتحدث وأعتقد التلفزيون القومي السوداني بينقل هذا المؤتمر الصحفي، أبدا ما سعيدين بالدور الجامبول التلفزيون القومي السوداني. نحتاج لتغيير هذه العقلية في أننا نسمح بالرأي والرأي الآخر إلى آخره إلى آخره، ودي مسألة مهمة جدا عشان تخلق مناخ جديد. أخونا سعد الدين حسن، العربية والحدث، كلام عن المعايير والتعهدات والكفاءات إلى آخره إلى آخره. أنا أؤكد لكم يعني نحن أخذنا وقت طويل جدا في تشكيل الوزارة دي، وكان السبب الرئيسي فيه إننا نلتزم بمعيار الكفاءة وتمثيل النوع والجهات. يعني أنا لا أزيع سرا إنه لسه الأول لسه مثلا اتناقشنا فيها مع أخواننا في الحرية والتغيير ما كان فيها تمثيل لأغاليم كاملة زي الشريك زي النيل الأزرق لكذا دارفور من نازول واحد، وطبعا ده شكل ما يعني هو على إنه هو بيعكس شكل يخلينا ننزعج، لكن أنا أفتكر هو ده ما غريب، هو ده تعبير حقيقي عن شكل الدولة السودانية اللي ظلت تسيطر على هذا البلد من الاستغلال. نحن كسودانيين لازم نعترف بهذا، إنه نحن محتاجين لهيكلة الدولة السودانية وبناء دولة تحترم التعدد والتمايز ويشوف فيها أي سوداني يروح، عشان ننتهي من موضوع الحروب والنزاعات إلى آخره إلى آخره. البداية بتاعته نحن نتفق على ده، لو عملناه بشكل وادرناه بشكل كويس هيحل المسألة دي. يمكن طبعا مهما عملنا في الموضوع ده ناس، يعني احنا عندنا وزارة فيها 20 وزير فيها 4 نساء، ما ممكن اصلا تقنع اي زول انه ده تمثيل عادل وما عادل، لكن اعتقد انه هي بداية صحيحة. اعتقد مؤسسات الفترة الانتقالية نجحنا لحد كبير في السيادة، من 11 نجيب سيدتين وفيها برضو رمزية تمثيل اخواننا المسيحيين، دي كلها اشياء يعني بتقطع شوط كبير جدا في خلق الصورة بتاعة إننا بدينا الخطوات الأولى في إننا نعالج موضوع التعدد والتنوع والتمايز في بلدنا. بكل تأكيد يعني ما كل الوزارة والعشرين وزير هم كفاءات، بس نحن قلنا كفاءات، لكن برضو المرسوم الدستوري ما استثنى بشكل نهائي مسألة إنه الوزارة يكون فيها نفر أو اثنين حزبيين، وهذا يمكن خلق أدى المجال في إنه يكون في زول زولين في المسألة دي. وبرضو في اعتبارات كثيرة تانية، رمزية الثورة والتمثيل الشباب فيها إلى آخره يمكن ساعد برضو في اختيار بعض الكفاءات بمعيار يمكن يكون مربوط بالمسألة دي. الولايات طبعا ما زالت الولايات فيها حكام وولاة عسكريين، لكن دي واحدة برضه من أولوياتنا. احنا هنشرع طوالي وحسب الوثيقة الدستورية انه حيتم تعيين او الاتفاق على ولا بشكل مستعجل، وكل أجهزة الحكم المحلي من المحليات إلى الولايات وكده، ودي أولوية. وفيما يتعلق بمسألة شكل الحكم نرجع للولايات، طبعا في كلام كثير عن نرجع للولايات الستة القديمة اللي ورثناها من الاستعمار وكده، ولا نبغي على الشكل بتاع 18 أو حاجة في النص. هذه قضايا المؤتمر الدستوري، حيبيت فيها المؤتمر الدستوري في انه شكل الحكم شكل الانتخاب. انا شخصيا بفتكر انه نحن كسودانيين محتاجين نناقش بشكل جاد الموضوع بتاع شكل الدولة السودانية. نحن كل ما يجينا انتقال عندنا زي ممكن تسميها شنو فيكسيشن كده في الموضوع بتاع النظام البرلماني ده، عملناها في اكتوبر عملناها في ابريل، الشكل بتاع مجلس السياده اللي فيه 4-5 انفار ولا حسي فيه 11 ولا ممكن يزيد، ولا جمهوريات رئاسيه حقه نفتح نقاش جاد وثرف في المساله دي.
أيهما أنسب لحكم هذا البلد، النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي؟ بكل تأكيد تجارب البلدان الأفريقية اللي هي أقرب لنا واللي استدامت فيها الديمقراطية من نيجيريا لغانا لجنوب أفريقيا السنغال كلها الأنظمة فيها أنظمة رئاسية، استدامة الديمقراطية في محلات كثيرة كيف السبب ده؟ إحنا النظام البرلماني إحنا بلد متعدد أصله ما حيجي يوم يجينا حزب. أفتكر مما الوطن الاتحادي في الخمسينات تاني ما جاء حزب فاز بأغلبية وما سهلة. خلينا نعايل المسألة دي بعين مفتوحة بدون ما نغرر فيها يعني أبفرنت وكده. صلاح أخونا صلاح شعيب رئيس تحرير المجر السياسي، صلاح حبيب أقصد صلاح حبيب المجر السياسي سوري يعني. كيف تتم معالجة السوق والأسعار؟ برضو نفس السؤال تكرر من أخوتنا أماني قندول وأماني الشك. ما التضخم هو الأسعار يعني هاي فهي يعني الزيادة في الأسعار اللي هي نفس الاسم للتضخم يعني سوري يعني هاي ف يعني سؤالين مرتبطات مع بعض يعني. طبعا جماعة واحدة من أولويات الفترة الانتقالية وإنه لحسن الحظ لفترة عدد كبير من الأكاديميين والواضع السياسات سواء كان في داخل الحرية والتغيير أو في المهجر عكفوا على وضع عدد من البرامج منها البرنامج الإسعافي وخاصة برنامج الستة شهور للسنة الأولى في مجال الاقتصاد. أولى أولوياتنا نحن نعمل عليه إعادة النظر في مسألة الموازنة ودي مرتبطة طبعا بأشياء كثيرة تانية. لو قدرنا نحقق السلام زي ما هو متوقع في خلال سنة شهر لستة شهور ده بيخلق مناخ بيخلينا نعيد أولويات الميزانية السودانية. اليوم الحرب بتصرف 70-80% من ميزانيتنا، لو قدرنا نضع لها حد ده حيمشي لحد كبير جدا في أنه يسمح لنا في أنه نعيد توزيع المسألة دي، نصرف على الصحة على التعليم نصرف على البنيات الأساسية نعيد على عجلة الإنتاج. ما لم نعيد على عجلة الإنتاج ما حنقدر نخلق اقتصاد قوي مستدام نقدر ننزل فيه الأسعار والآخر. لكن في المدى القصير بنحتاج زي ما قلت الرقم اللي أنا قلته بتاع 8 مليار لسنتين الآخرين مربوط بفاتورة الاستيراد ده على أساس أنك أنت أول حاجة تقضي على موضوع الندرة في السوق توفر السلعة الضرورية. بمجرد ما يتم توفيره ده ممكن يساهم لحد كبير جدا في أنك تعالج موضوع الزيادة المضطردة في الأسعار لأنها بتتخلق أصلا بسبب الندرة. في الموضوع بتاع سعر الصرف برضو مرتبط بالمسائل دي، لكن عندنا طبعا يعني برنامج مفصل في أننا نعالج الخلل في الميزان التجاري في التصدير إلى آخره في خلق احتياطي للعملة الأجنبية من مصادر كثيرة. السودان لفترة طويلة جدا ما كان قادر تجيه إيبات أو قروض، كل اللي بيجينا من العالم الخارجي حاجات بسيطة جدا مرتبطة بالعون الإنساني والهبات المرتبطة بالريليف ورك. لكن لو قدرنا ننجح في فتح البلد نحن موعودين بأنه بعدين حسي نحن في حالة بتاعت شهر عسل مع باقي العالم. في تقديري هذا المناخ الجديد حيساهم في خلق يعني تعاطف معنا من كل العالم وده ممكن يساهم في قضايا تانية. أنا أفتكر مرتبطة بسؤال بتاع أخونا داود عبد العزيز عن موضوع السانكشنز. أخونا عبد العزيز دائما بيصير عليه إنه أنا أجاوب على السؤال بتاعه بالإنجليزي. أوكي.
خلينا نحاول. طيب اوكي، انا افتكر انا قلت المساله لانه ده مرتبط بموضوع ال انه نعالج مساله الديون، نفتح البلد الى اخره الى اخره. This is perfectly linked to the question of opening the economy, opening the country. We will not be able to make any progress in the debt issue. Our relationship with Bretton Woods institutions, the World Bank and the IMF, rely heavily on us making headways and getting some traction on the SSTL. We need to be listed, delisted from the list of the state sponsoring terrorism, which is essentially an American process. We've started already talking to our friends in America, the administrations and others, and we're hopeful. There is a lot of support from other parties, partners in Europe, in the region, the Arab world, supporting us and collectively engaging the American administration in delisting Sudan. And we're quite hopeful that will happen. This is a key to anything else, whether it's a debt issue, Paris Club or non-Paris Club. We have to be able to delist Sudan from the list of state-sponsored terrorism. But I think there is quite a positive response to this. كان ردا إيجابيا على هذا، ونحن متأكدون أن ذلك سيحدث. السودان ديمقراطي لا يمثل تهديدا لأي شخص، بل هو لدينا الإرادة للسير في هذا الاتجاه. ماني في الموضوع بتاع المعلمين والوضع المادي ليهم، وهذا برضو مرتبط بسؤال قبله عن الموضوع بتاع لجنة المعلمين، مجموعة من لجنة المعلمين الليلة. حقيقة الموضوع بتاع التعليم والصحة وخلق الكادر البشري المؤهل بيشكل اللبنة الأساسية لأي تطور في الدنيا. لو شفنا كل تجارب البلدان اللي حققت التنمية وكسرت حلقة التخلف في العالم، هي اعتمدت على خلق الكادر البشري. بلدان ما عندها يعني فراكشن من الموارد بتاعتنا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، اليابان نفسها، تجارب هذه البلدان اعتمدت على العنصر البشري، الصرف على التعليم، على الصحة، على البحث العلمي. وعشان كده نحن مع أخواننا في الحرية والتغيير لما تم الاقتراح بتاع خلق مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي، أصرينا في نقاش مع بعض أنه نحول ده لوزارة، بسبب رئيسي أنه نحن بنفتكر أنه وضع أكبر يعني موارد في مجال التعليم والبحث العلمي حيساهم بشكل كبير جدا في خلق المناخ اللي حيخلق تنمية مستدامة في هذا البلد. نحن لو بتتذكروا في يمكن ستينات سبعينات هذا القرن كان عندنا بحث علمي متطور جدا. أنا أذكر في آخر السبعينات كان ناس ما حد أبحاث الغازية في شنبات بدوا تجربة رائدة جدا في مسألة الخبز، الخلط بين القمح والذرة إلى آخره. ده نموذج بس، لأنه البحث العلمي عنده ارتباط بالواقع اللي بتعامل فيه وكذا. فلازم نرجع للمسألة دي. احنا في 4-5 عقود لورا كان الجيل القرو في الخمسينات والستينات في المدارس الأولية، يعني لو سألوا أي زول قال له أنت لما يعني تكبر داير تبقى شنو، بقول لك داير أبقى معلم. رجع احترام المعلم للزمن ذاك، وده بيعتمد على أشياء كثيرة جدا فيها وضع المعلم، المواهي، وضع المدارس نفسه. يعني دي مسألة مخجلة، أنت لو مشيت شفت المدارس حتى الجامعات بتاعتنا، يعني جامعاتنا قبل 30-40 سنة كان وضعها أحسن بكثير من اليوم. صح توسعنا فيها وعملنا جامعات كثيرة إلى آخره، لكن ده كان على حساب الكيف. فمحتاجين نراجع المسألة دي، ودي محتاجة لأننا نعيد أولوياتنا. عبد الباقي العوض من الحرة، سؤالك عن تمزيق وصيغة الإعلان الدستوري والتعاطي مع الآخر. أنا أعتقد حقه ما تخيفنا
مسألة الاختلاف، ده شيء طبيعي جدا في الديمقراطية. كل اللي نحن بنطمح له إنه الأخوان المختلفين مع برنامج الحرية والتغيير يدار هذا الاختلاف بشكل سيفل، تسقط الحكومة، تظاهر، تعمل، ده حق مشروع، لكن يتعامل وزن القانون. يعني مؤكد أي زول ظاهر مفروض ما يتعرض لقمع. نحن ما عايزين أي يعني حق الحياة هو حق أصيل، أي زول عنده حق إنه يتظاهر لكن يتظاهر بطريقة يعني منظمة أوردرلي بتاع إلى آخره. وده بيتيح لنا مجال في إنه تعرفين المعارضة هي مهمة جدا للجزء الحاكم، لأنه المعارض بيخليك أنت يعني تخلق يعني أدواتك يعني تشحذ وتخلي الأناليسيس بتاعك وقدرتك على الرؤية السليمة إلى آخره إلى آخره. وأصل الديمقراطية بتمشي على رجلين، ما بتمشي على رجل واحدة. يعني إحنا حقه أصلا ما نفكر في مسألة الإقصاء إلى آخره إلى آخره. الإقصاء ده خليه يتم في صناديق الاقتراع، أترك المسألة للشعب السوداني. الحزب الجاد اللي عنده برنامج اللي بيفتكر إنه هذا البرنامج يلبي طموحات وأشواغ الشعب السوداني اللي يطرحه للشعب السوداني ده، لكن ما نعملها بأي وسيلة خارج القانون، تتم في إطار سيفل واضح بتاع إلى آخره. وده مهم جدا للديمقراطية، لاستدامتها، لاستقرارها إلى آخره إلى آخره. طبعا ده في إطار الحاجات اللي اتفقوا عليها الناس، في إنه أي زول أجرم سواء كان جرائم مرتبطة بالحروب، جرائم مرتبطة بالفساد، مرتبطة بالمال العام إلى آخره، محل القضاء. ونحن نطمح قريب في وضع اللبنات الأساسية لقضاء مستقل عن التدخل السياسي والتنفيذي، قضاء نفخر به وكلنا، ويحاكم أي زول. افتكر دل اللي بنحتاج نشوفه في الفترة الانتقالية. ده تقريبا كان آخر سؤال. هناخد بس سؤالين كده يعني ثلاثة. خلوا الأسئلة قصيرة. أي بعد. السلام عليكم. الطاهر المرضي، قناة الجزيرة. سؤالي عن رؤيتك لتحقيق السلام. كيف يتم تحقيق، ما هي الأسس؟ كيف يتعامل مع الحركات المسلحة؟ هل على أساس تقسيم السلطة والثروة أم عن العدالة الانتقالية أم دمجهم ومساعدتهم في أن يتحولوا إلى أحزاب سياسية؟ ما هي رؤيتكم في هذا الموضوع؟ وما هي أكبر عقبة تواجهكم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ معليش السيدات، معليش النساء، معليش حيكون في بالانس، انتوا الصحفيين رجال كتار، سوري. شكرا. نجوى آدم عوض، الإذاعة السودانية. دولة رئيس الوزراء، سؤال بسيط بس. السياسة الخارجية، يعني أنا أعلم أنه الملفات الجاية هي ملفات داخلية، ولكن العالم الخارجي يتدخل بشكل أو بآخر في داخل الدول. كيفية إدارة الملفات الخارجية وعلاقاتنا مع دول العالم في ظل المحاور والاستقطابات الكثيرة؟ شكرا. معليش الصحف، منو في من الصحف؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله إسحاق، كاتب صحفي محلل سياسي، يريد الانتباه صحيفة الرابطة الإلكترونية. السيد رئيس الوزراء، نسأل الله لك ولكوكبتك الإعانة، ولا شيء غير، نسأل الله لكم الإعانة. ألا ما واضح في عملية الإبعاد إنه هناك في لغط كثير، خاصة عمر قمر الدين وواحد من الكفاءات السودانية المعروفة في العالم، إذ ما هي دواعي الإبعاد؟ السؤال الثاني هو كيف التعامل يتم مع الحركات المسلحة أو الجبهة السورية التي توحدت آنفا وفق مخرجات مؤتمر جوبا بالأمس؟ شكرا. بس الأسئلة سؤال واحد من فضلكم. أو ماي جود، براحة براحة. عدل الستين بالعربي، أكيد بالعربي.
سعادة رئيس الوزراء نتمنى كمان انكم تفتحوا المجال دائما للسودان المهجر، لان احنا كانت لنا مساهمه فعاله في الثوره دي وفي دعم الثوره. الاسم عبير المجمر من باريس. سؤالي، الجميع يتحدث عن الوضع السياسي ولا نسمع صوت يتحدث عن الوضع الإنساني فيما يتعلق بموضوع الأمطار والسيول. ما هي التدابير التي اتخذتموها لمجابهة هذه المخاطر التي نجد عن مثل تدمير المنازل وتشرد السكان، إضافة إلى الأمراض التي تفشت من ملاريا وكوليرا وإسهال ماي؟ وهل سوف تلبون دعوة بعض القوى السياسية التي طالبتكم بإعلان السودان منطقة كوارث منكوبة؟ وشكراً. معليش، في ناس من نفس الجهه بتسال في نفس من نفس المحطه، من فضلكم في البي بي سي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الزبير اسماعيل، تلفزيون السودان. ذكرت السيد رئيس مجلس الوزراء ان حكومات الولايات والحكم المحلي واحده من اولوياتكم في المرحله. هل ستتبع نفس المعايير التي اتبعت مركزيا في تسكين حكومات الولايات؟ ونعلم أن هذه الولايات أيضا بها بعض المشاكل التي تحتاج إلى تمييز إيجابي، وتمييز إيجابي سريع. هل ستنتظر المناطق التي تقبع تحت الحرب يعني اكتمال عملية السلام، أم ستكون هنالك خطة عاجلة؟ ممكن نمشي أيوة ممكن نمشي بالناحية الثانية. معليش كلها بقت بهنا قاعدتكم في النص. طيب انت من وين؟ بسم الله، احمد يونس من جريده الشرق الاوسط. سؤالي، علمنا ان هنالك 6 وزراء دولة تم اعلانهم، سعاده رئيس الوزراء لم تشر اليهم في خطابك، ماذا تم بشانهم؟ شكرا. سؤال اخير من الناحيه الثانيه ديك من فضلكم. اخر سؤال بليز. محمد الأمين، وكالة بلومبيرغ. السيد رئيس الوزراء تحدث كان عن 8 مليار سيتم توفيرها قريبا، يعني ستقوم حكومة السيد رئيس الوزراء بتوفير هذه 8 مليار. ما هي المصادر الإقليمية والدولية التي تستعمل عليها الحكومة لتوفير هذا المبلغ؟ الاستغلال رئيس الوزراء إنه مبلغ عاجل. شكرا. السؤال الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مجلس الوزراء، سؤالي مربوط بأحمد عمر خضر صحيفة التيار. أنا بسأل عن وضعية وزارة الدفاع وزارة الداخلية. هل الوزارتين تحت أمرتك المباشرة، أم هناك ميزة متصلة بكونها قوة نظامية محتاجة لهيكلة ومحتاجة لتغيير العقيدة؟ الدفاع والداخلية هل هم مثل أي وزارة تابعة للطاقم الوزاري خاصتك؟ وشكرا جزيلا. سيد الرئيس، رأيك شنو؟ السؤال تاني ولا ما؟ لا خلاص تمام. خلاص شكرا. طيب نبدأ بوزارة الشباب والرياضة، لأنه أفتكر الورقة اللي أنا قريت منها دي مصورة، فهي مصورة في هي في آخر هنا يعني عزيزنا التصوير ما جابه، فنعتذر لهذا الخطأ غير مقصود. هي الآن سوى لها عصام البوشي وزارة الشباب والرياضة. أولا البوشي هاي. هاي. طيب طاهر المرض الجزيرة. أه
بتاع الأسس التي يقوم عليها السلام، هل هي اقتسام السلطة والثروة والعدالة الانتقالية، ما هي أكبر العقبات التي تواجه الناس في هذا المجال؟ بدءا يا جماعة، نحن بنفتكر أنه كل القوى الحاملة للسلاح هي طرف أصيل في هذه الثورة، فنحن لما نذهب للتفاوض ما حنمشي للتفاوض كطرفين متشاكسين أو كده. شهدنا لخمستاشر سنة تفاوض مستمر. أنا في اعتقادي كشخص كان قريب لهذا الملف إنه أصلا ما كان في استعداد من الطرفين للوصول لسلام، لكن حاليا موفر مناخ وفرصة كبيرة جدا في إنه الناس يصلوا لتفاهمات حول السلام، فبالتالي المناخ مهيئ أصلا. طبعا الموديل بتاع اقتسام السلطة والثروة ده يعني يمكن عمل تشوهات كثيرة جدا في السياسة السودانية، وأعتقد من المهم جدا إحنا ننتقل لمربع آخر ما يرتبط بالمسألة الشخصية في القصة بتاعت نحن نسعى لخلق المناخ اللي بيخلي السلام مستدام، اللي هو يعالج جذور الأزمة المتمثلة في التهميش، التنمية الغير متوازنة، التمييز الإيجابي، كل المسائل دي. المناطق المتأثرة بالحرب لأكثر من يعني في جزء منها امتدت لأكثر من 30 سنة بالتأكيد حاصلة فيها يعني مآسي كثيرة جدا، أجيال كاملة ما قاعدة تمشي المدارس، تدهور في البنيات الأساسية وإلى آخره، فبيصبح من الضرورة إننا نعمل ما يشبه المارشال، خطة مارشال، مارشال بلان للمناطق دي، تخاطب كل المسائل دي، إذا كان بنية تحتية، إذا كان مؤسسات مرتبطة بتقديم خدمات الصحة والتعليم والمستشفيات والمدارس إلى آخره، لكن أكثر من ده كله خلق البيئة الملائمة للإنتاج. والمناطق بتاعت الحرب في السودان كلها هي مناطق غنية جدا، يعني لو شفت حزام اللي يربطنا مع الإخوة في جنوب السودان من مدافوق في حدودنا مع أفريقيا الوسطى للكرمك مع أثيوبيا، ده حزام غني جدا، لكن السودان ما قدر يستفيد منه ويستثمره نتيجة للنزاعات والحروب القائمة فيه، فدي بتخلق مناخ ملائم ما في اثنين ثلاثة. طبعا يعني أنا ما دار أرسم صورة وردية للمسألة دي، في 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 يعني تحديات كثيرة، اللي هي منها الاستعداد لدفع استحقاقات السلام بكل مكوناتها، سواء كان تنمية، معالجة لهياكل وقضايا الحكم والتمثيل العادل إلى آخره. لو نجحنا في ده، أنا أفتكر الفرصة مواتية فينا نقدر نخلق سلام وسلام. نجوى أدم عوض، الإذاعة، السياسة الخارجية والمحاور والاستقطابات. طبعا من السهل جدا أنك تقول أنه نحن حننتهج سياسة خارجية متوازنة تبتعد عن المحاور والصراعات الآخري، وطبعا ده سهل أنه يتقال، لكن إحنا يعني ما ممكن نكون بهذه السذاجة، أنه نحن عايشين في عالم متشاكس مضطرب عنده كمية من المسائل الآخري، وده واقع موضوعي لازم نتعامل معه، وبالتالي نحن في سياستنا دي حنرسمها بشكل أنه يراعي مصلحة السودان أولا وآخرا. وفي دي أنا أعتقد الأشقاء والأصدقاء والشركاء لازم يستوعبوا ده، نحن ما حنخلي مصلحة زول تاني قدام مصلحتنا كسودانيين، لكن بنفس الغدر حنسعى للوصول لتفاهمات تلبي المصالح المشتركة لكل الناس، ده اللي حيقود السياسة الخارجية. بكل تأكيد في يعني أندية لو نسميها، إذا كان النادي العربي، النادي الأفريقي، لأن نحن يعني جزء أصيل ومكون فيها، فوجودنا الفاعل فيها برضو بيخلق مناخ صحي بيخلينا نرتبط بخارج ديل بشكل أحسن.
هنا عبد الله إسحاق الانتباه استبعاد عمر قمر الدين وابعاده وكذا. كلامنا ما صحيح، وانا يعني اكد لك انه نحن على تواصل مع اخونا عمر قمر الدين، وبكل تاكيد هو حيكون مشارك بشكل فعال في اجهزه الفتره الانتقاليه. فكده انت اللي قدام كده، لو الحكايه دي ما حصلت تعال اسالني منها. انا كان اشوريو كيفية التعامل مع الجبهة الثورية، افتكر ده جاوبنا عليه، ونحن نتعامل معهم، ده الشركان يا اخي، ما في اي مشكلة فيهم. عبد المجيد الوضع الانساني والامطار واعلان السودان، عبير اقصد، عبير المجمر، عبير كافي. كان احنا طبعا نتكلم اول، احنا ما تلاقينا يعني ان بيرسون، لكن تواصلنا بالواتساب وكده، ويأصرد علي لكم شهر انه تعمل معي حوار صحفي. وانا قلت له يا اخي ايوه، انا قلت له حعمل الحوار ده لما نجي الخرطوم، لما تلاقي الخرطوم حنعمله. ايوه ان شاء الله بيتعمل. الوضع الانساني والامطار والسيول وكذا، انا ثاني يوم لما وصلت الخرطوم، وكان احنا جينا يوم الدين الغسم يوم الاربعاء والخميس، يوم الجمعه كنا في ودرملي وجيلي، زرنا اهلنا هناك، وقفنا على أحوالهم. طبعا وضع يعني مأساوي جدا. لما ما نكون مستعدين لها بتبقى نغمة، نغمة. فدي لازم في المدى البعيد نفكر فيه، انه يعني ما ممكن كل سنة الخريف يفاجئنا، دي مسألة ما بتحصل. فخلونا لقدام نفكر في انه انا عشت في مناطق زي جنوب افريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، ما في قطره مويه واحده ما بتكون محسبه عندهم، ما عاملين لا مخازن، اللي هي السدود والحفائر والحياة دي. المويه دي لو استغلت بشكل صحيح ما المفروض تكون مأساة. خلينا نشوف المساله دي لقدام، الناس تعاملوا معها كيف. لكن بشكل عاجل شكلنا لجنه، واللجنه شغاله، ومشينا ووقفنا على وبعدين هنا انا داير يعني اشيد بالدعم السخي والمغدر جدا من الأشقاء، إذا كان من أخواننا في مصر أو السعودية أو قطر، الأمارات، الكويت، يعني ساهم بشكل كبير جدا في تخفيف معاناة أهلنا، ونحن بنغدر عالي جدا هذه المساعدات. إعلان السودان منطقة كوارث دي طبعا مسألة يعني عندها المحاسن والمسالب. إعلان منطقة كوارث يعني إحنا حنغيم لو وصلت المرحلة لحد بتاع إنه ممكن نعلن سلام منطقة كوارث، ما حنتردد في المسألة دي. لكن بالتأكيد دي بتحكم مسائل كثيرة جدا تانية، وطبعا نغيم الوضع. لكن نفتكر السيء ورانا، لأنه الخريف أصلا ماشي على نهاية وكده، ما أعتقد حنحتاج نعمل حاجة دي. محمد الزبير، تلفزيون السودان. المعايير بتاعت اختيار الولاة بالتأكيد نفس معايير الكفاءة والجهوية والتمييز النوع وكده، حنستصحبها معانا في اختيار القيادات بتاعت الولايات، إذا كانت ولاة ولا المناطق، الأشكال التومنتو، هل بتكونوا على استعداد إنه لأول مرة نجيب والي لمديرية الخرطوم سيدة؟ خلينا نشوف يعني التشالنج ده، نشوف هل ممكن يعملوا حاجة زي دي. الولايات تحتاج لتمييز إيجابي بالتأكيد، هنالك ولايات تحتاج لتمييز إيجابي في كل المحلات اللي ممكن نصلها وما يكون فيها إشكال في مسألة الأمن إلى آخره، حنبدأ تشتغل فيها. ولكن إحنا عشمنا إنه ما نحتاج نعمل ده، لأنه السلام حيجي في وقت قريب، عشمنا. إسماعيل أحمد يوسف، الشرق الأوسط، وزراء الدولة، ما تم تعيينهم.
أكيد يس، ما تم تعيين وزراء الدولة، والسبب الرئيسي هو نحن مع أخواننا في الحرية والتغيير والمجلس السيادي اتفقنا أنه تعيين وزراء الدولة حنستفيد منه في معالجة الخلل في التمثيل، إذا كان تمثيل جهوي أو تمثيل نوعي. يعني إذا كان في مجلس السيادة في ست مسيحية، أنا أعتقد من باب أولى في 20 وزير لازم يعني نخلق نوع من التمثيل للمسألة دي. النساء برضو 4 ما كفاية، هنشوف بعدين الولايات اللي فيها تمثيل، مثلا الشرق وزارة واحدة، يعني هنشوف مع برضو النيل الأزرق ودارفور. ده بيسهل لنا عملية معالجة هذا الخلل في الوزارة. نتعود خوجلي التيار. وضعية الدفاع والخارجية هل تتبع لرئيس الوزراء؟ نعم، دي الوزارات وهم بيكونوا أعضاء في مجلس الوزراء. نفتغل الوثيقة الدستورية حددت شكل تعيينه للمكون العسكري في المجلس السيادي، لكن هم مكون أصيل في مجلس الوزراء وبيخضعوا بالصفة دي للعمل الوزاري زي أي وزارة تانية، مع الوضع في الاعتبار المسائل الخاصة المتعلقة بالدفاع والشرطة إلى آخره. لكن ده ذاته إمكانية عمل إصلاح فيه مؤسسي بيرتبط بفوائل كثيرة تانية، منها الفائل المتعلق بالسلام. نحن نطمح في أنه لما نحقق السلام أخواننا في الحركات المسلحة والجيش بتاعتهم دي جزء كبير منها يتم دمجه في القوات المسلحة السودانية. ده بيخلق بيضيف لها دم جديد، بيخلق جيش يمكن كل السودانيين يشوفوا روحهم فيه، وده بيساهم لحد كبير في خلق الاستقرار والاستمرارية للعمل في البلد. أنا أفتكر بكده أختم بما أقول إنه يعني لازم نهني الشعب السوداني بانتصارنا على الأشقاء في تشاد، فريقنا القومي لكرة القدم فزنا عليهم 3-1، ونتمنى أن تكون بداية خير ونبني عليها. ألف شكر، وأنا شاكر ومقدر لكم جميعا. شكرا.